السلام عليكم البنات، وحشتكم بزاف 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 والله القاسم. كنشكركم كاملين حبيباتي كاع اللي سولوا فيا. المهم البنات، في هذا الفيديو ما كنتش غادي نهضر حيت ايمان هي اللي صوراته، بغيتها توريكم داكشي اللي دات معها هاد المره. داكشي التقليدي اللي كيعجبها هي. اول حاجه كيفاش كتصيفط داكشي للطباسل، كتاونباليهم لداخل مزيان، تلوى عليهم الزيف، ومن بعد كديهم في كريطينه بحال هكا. دابا هي في نفس الوقت غادي تحل وتوريكم واش داكشي وصل مزيان ولا مهرس. وكنعتذر في واحد المقطع تسمى شويه ديال الضجيج، حيت كان راجله كيعاونها باش كيفتح باش توريكم تسمى الضجيج، ولكن ماشي مشكل، غادي تدوزوا هذه المرحله. وفي نفس الفيديو البنات غادي تشارك معكم داكشي اللي شرات من عند إلهام هوم، راه كيتعامل مع اليوتيوبرز بزاف، هي هادشي شراتو هي، وغادي تشاركو معكم وتقول لكم كيفاش شرات وكيفاش توصلات بداكشي، وفرجه ممتعه. هادو البنات الكوان ديال الصال، عندي جوج ديال طابل دو كون، خديت جوج من هاد الكبار وجوج صغار هكا في هاد الوين، حيت هاد الاول عندي في الطلانط موز بارد كيجيو هكا زوينين. كنت جايبة حتى هادو شحال دار لها وديت لا كويزين كروج، كيعجبني هادشي بلدي هكا، كيجيو جوج فوق الكوان. كاين حتى واحد صغيور ولكن مبغيتش نكتر بزاف، دونك جبت غير جوج. دايور هادا جبت جوج من هاد الصغار وجوج من الكبار، كيجيو بحال هكا. عليكم ولا لا؟ تقدروا ديرو حتى الحلوى ولا انا غندير غير ديكور. خديت هنا ديتا هي هكا الحلوى، لي بونبون ولا الحلوى فاكية كتجي زوينة. الحلوى ديال الاتاي، انا هادشي ديال البيض كيعجبني، هادي غندير فيها المعالق هكا فوق الطبلة ولا فراشي تاع ماي في داكشي. هادو هاد الشكل هذا سميو ستة. أونباليو داكشي مزيان حيت أنا صيفطت الشغل في الكار، المهم الحمد لله متهرسوش. هاد زوين هكا صالاد ولا المسنان وبغرير وداكشي. هادا خديت منهم جوج بحال بحال، وهاد الكبار خديت ليهم هادو بحالهم فين تقريبا نفس الموتيف، باش هكا الا كنت دايره شي سلطه كبيره ولا هادي نحط معاها هاد الصغار ديالها، او الا كنت دايره مسنان برا حتى هادو هكا اللي بغا يتقطع. خليت هاد الصغار ستة، حتى انا اكتشف معاكم واش هادشي ما تهرسش ولا لا، الحمد لله مزيان. كمية كبيرة اللي كان عندك الضياف، هذا الفضة كيلاها من السويقة ديال باب الحد في الرباط، كاين هاي الفضة تما عندهم داكشي زوين بزاف. هذا جبت معاها هاد الطريقة ديال الخبز بعد لي كان راه ديك لي ديبا داكشي، هادي ديال الخبز بحال هكا، كاين هاديك نفس الزواقة الجلدية ديال الذهب، تقيلة فغيمون تقيلة زينة، قال لي لا مارتيني زيرو هي غوايال. وآخر حاجة هي هادي،
هادشي اللي كانت عندكم الشعر هذا هكا صحابكم ولا لا ايجاب هكا هذا ديال التفصيل انا خديت هذا من 40 تفصيل 40 كاينين صغار وكاينين كبار انا خديت هذا حتى هو نفس الزواقه اللي في الاخرين ديال البراد والطبيقه هذا التفصيل وهذا هي الخبز عرفتش كي دار ليكم منوريكم من هنا حسن ما كاين هكا هكا شبان ليكم الشكل البعيد نتوما باش تشوفوا الزواقه ديال كلشي كيما قلت لكم هادو كاينين في باب الحد السويقه عطاني معاهم واحد البرودوي باش الا بغيتو ديروه تنشوفهم هي هاد الغبره هاد قال لي هذيك ديرها غير في شي زويف وتمسحي بها وكاين واحد السيت ديال الهام واحد السيده سميتها الهام هوم دابا تخلي لكم لو ليان ديالها كتبيع معنات زوينين بزاف زوينين بزاف وكتصيفط لجميع انحاء العالم هذه ديال الماء فيها هاد الروبيني بحال هكا تري فيها الماء ولا العصير ولا المهم هي دايره حتى شي تصاور ديال شي افكار فاش ممكن تستعملي داكشي انا حاطه هنا فوق واحد البوفي في لاصالا مونجي كاينة هادي فيها بحال هكا ثلاثة ديال الطبقات كل طبقة تقدري تحطي كل وحدة بوحدة هكا انا درت فيهم هكا هادشي ديال المملحات فقاص الحار وهادي تقدري ديري فيها اي حاجة حلوة لي بونبون تري صغار هكا هي كتجي زوينة كاليتي صراحة مزيانة وكاين هاد لي بتيت كلوش بحال هكا زوينين زعما بزاف بالنسبه للاسمنه كلهم غادي تلقاوهم في داك السيت حيت انايا ما عقلتش على كل وحده هادو خديت منهم سته دخلوا للسيت كاين الاسمنه وكاينين الصور كاين كلشي هكا ديروا فيهم الحلوه ولا الكونفيتور الزبده وهذه انا حاطه هادو هكا كندير فيهم الزبده ولا الكونفيتور الفرماج ولا الفاكهه الحلوه المهم اللي بغيت خديت منهم هادو سته وكاين هاد سليفات هادو حتى هما ديال الدجاج الشكل ديالهم زوين بزاف ديريهم لي سالاد ولا نفس الشيء الا داكشي ديال الزبده الكونفيتور فرماج الزيتون ولا الفاكهه المملحات الشكل ديالهم تيجي زوين هكا مايلين وصراحه فاش كتصيفط لكم هي داكشي كتصيفطهم اونبالين مزيان ما كتهرس حتى شي حاجه بالنسبه للبنات اللي في فرنسا انا وصلتني لا كوموند على 3 ايام ما تعطلاتش بزاف والمغرب ما عرفتش صراحه المهم هي عندها النمره ديالها حتى نخلي لكم واقيله لتحت تواصلوا معها في الواتساب كتجاوبك ولا في انستغرام حتى هو كتجاوب المهم تعطيكم كاع المعلومات وهنا صافي كيكون الفيديو ديال ايمان كمل البنات كنتمنى تكونوا استفدتوا عرفتوا شنو بحال الاواني اللي كتدي هي ما كتديش بزاف ديال الرومي داكشي كتتحماق على البلدي وتفضل انها تقدم من هنا حيت الصراحه داكشي ديال البياض وهذا عندكم اكسيون بلاطوات ما شاء الله كلشي عندكم في اكسيون ساداتكم في اكسيون صراحه البنات حيت انا كيعجبني داكشي اللي كتاخذ ايمان من اكسيون اكسيون على ثلاثه المرات مهم البنات وهذو هما المعنات اللي خدات من عند الهام صراحه راقيين جدا 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 وهادشي البنات ما خدات فلوسها حيت الهام ما تعاملتش مع زعما حيت ايمان ما عندهاش قناه باش يكون هادشي واضح لبعض البنات وصافي انا حمقوني هاد الطويسات هادو اللي كتوري فيهم دابا الصراحه حمقوني حيت كيعجبني بحال هاد الموديلات هادو وهاد المره درت معها شي حاجه من المغرب حيت دات غير تقريبا داكشي البلدي واللي خاصها حيت شحال دات في الاول وما كانش كتصور لي بصراحه وش نقول لكم البنات صافي هادشي اللي كاين كنا حطيت لكم انا بالنسبه للاثمنه ديال الالهام راه في لاباج الانستغرام ديالها اولا في السيت ديالها
وشكرا لكل وحده اللي سولات عليا، وكل وحده بارطاجات الفيديو، وكل وحده دارت جيم، وكل وحده خلات تعليق زوين. لهلي خطيكم، لهلي خطيكم، والله يكبر بيكم. بين الصراحه انا الحمد لله عندي غير الناس الراقيه في القناه من خلال هضرتكم، من خلال ومهما شكرت ما غاديش نوفيكم حقكم. وكنقول لكم نتمنى الفيديو يعجبكم، وبوسه كبيره ليكم، وليله سعيده.